So, أصلا الشابتر اسمه Orthogonality in Space. المفروض بكلمة Space تعبر عن شيء جديد. في عنا Plane مكتوب حد كلمة Plane Two Dimensions. Two Dimensions اللي هن نحن كنا ناخدهم الـ X والـ Y. يعني مثل الـ Orthonormal System. أوكي؟ الستريت لاين هو عبارة عن one dimension كنا نسميه x axis لحاله أو y axis. إذا بندمج هال one dimension الستريت لاين مع هال two dimensions كم dimension بصيروا؟ How many dimensions? Three dimensions. عشان هيك بتسموا بالسبيس بسموه 3D. 3D يعني three dimensions. Okay. يعني هيدا الشيء شو بذكرنا بالريل لايف؟ بذكرنا بالغرفة اللي نحن قاعدين فيها. نعتبر البلين هو الجراوند فلور أو اللي هي الجراوند الأرض اللي نحن داسين عليها. وهيدا الوان دايمنشن يعتبر الكولون ذات از بيربنديكولار تو ذيس جراوند، يعني مثل العمود اللي عامل زاوية 90 على هي الأرض، واللي خلال هالعمود نحن بنصير نبني حيطان. انتو بتشوفوا when they construct any house لما بدهم يعملوا construction لأي بيت بصبوا الأرض وبيعملوا عمدان بعدين بكفوا الحيطان. هيدي اسمها 3 dimensions، يعني الأساسات هي الأرض بعدين بيعملوا عمود. هلا كلمة plane هي كلمة جديدة. plane بالعربي بنسميه مسطح. هلا بنشوف. اوكي هيدي الطاوله الجزء اللي فوق من هيدي الطاوله هو البلين. شو حنتعلم؟ شو لازم نعرف؟ prerequisites. شو لازم اعرف؟ اول بوينت هون اسمه the plane definitions. هذا البلين definition موجود بالاوراق اللي بعتناهم، له ثلاثه definitions. مين بيقدر يذكرني شون الثلاثة أو أربعة definitions للبلين؟ مين بيقدر يذكرني شون الأربعة؟ two parallel lines. عندنا two parallel lines بيعطونا planes. وthree. بس بس definition الأساسي. definition الأساسي للبلين إنه بيكون عندك three points بس ما يكونوا collinear. لانه ال 3 بوينتس بس يكونوا كولينير شو بيعطوك؟ لاين. اذا عندك 3 بوينتس ما كانوا كولينير بيعطوك تريانجل. هذا التريانجل بالنسبه لنا هو بلين. كل شيء بقلب هذا التريانجل وكل شيء براتها تريانجل بس على نفس السيرفس بيكون بلين. فاجوا عطوا ديفينيشن ثاني انترسكتنج بين تو لاين او تو بارلل لاينز، او اذا عندك ستريت لاين وبوينت اوتسايد ذس ستريت لاين. لازم تتابعوه، انتو لازم تتابعوا هيدا الديفينيشن تقراوا بالورق. name of the most popular 3D shapes. بدك تعطيني اسماء 3D، يعني مش triangle وريكتانجل. شو هي الاشكال المشهوره كثير بال 3D؟ كيوب، بيراميد وغيره. صح، في عندنا الكيوب بيجي بشكل صندوق. الكيوب اللي مميز فيه هو عباره عن مثل الداي. عرفتوا الضاي الزهر تبع اللي كنا عم نحكي فيه تبع الطاولة؟ كم فيس عنده؟ الضاي how many faces does it have? Six. Six faces وكلهم بيكونوا equal كأريا، يعني نحن كلهم فينا نسميهم squares. وفي عنا شيء اسمه tetrahedron. tetrahedron هو مثل البونجيسة، تجي البيز بشكل تريانجل وفي نقطة فوق. وعندنا البيراميد مثل ما حكى رفيقكم، بس بيجي البيز مش تريانجل، بيجي البيز مثلا سكوير أو ريكتانجل. أوكي؟ طيب. The relative positions of a line and a plane. line والplane، كم relative position بيناتهم؟ ما خير يا أستاذ. أنا عارف.
فrelative position between a line and the plane. شو يعني relative position between a line and the plane؟ اللاين شو ممكن يكون عامل بالنسبة للplane؟ كم positions كان في بيناتهم؟ يا أما perpendicular يا أما parallel. لا perpendicular يعني ممكن عم نحكي عن زاوية. لا relative لا positions هن ثلاثة. هن ثلاثة. ممكن يكون اللاين parallel للplane. مثل كيف بدنا نعطي مثلا مثل الارض والسقف. اذا بترسموا ستريت لاين على السقف بالغرفه اللي انتم قاعدين فيها, هي الغرفه اللي نحن قاعدين فيها, اذا بنرسم لاين على السقف وبنعتبر الارض هي بلين, هيدا اللاين اللي رسمناه على السقف قد ما طولناه ما حيلتقي وين؟ بالارض. بهالحاله بنقول له هيدا اللاين بارلل للبلين, ما حيلتقي. الكيس الثانية ممكن ارسم لاين على الارض, فبكون كل اللاين contained in the plane. شو يعني contained in the plane؟ بقلب الplane. بقلبها ايه. هودي صاروا اثنين. ثالث وحدة ممكن ارسم لاين بشكل بيقطع البلين, مثل اول رسمة هذا اللاين قاطع البلين. هلا قاطع وعامل زاوية 90 مش ضروري يعمل زاوية 90, بس بنسميهم intersecting. يعني هذا الخط يا برسمه هون يا بيكون parallel لإله يا بيكون ماشي وقطعه بنقطة. فبكم كيس عندي أنا؟ 3 cases. طيب الobjectives حنطلع بالانجلز من البلين وكيف نبرهن line perpendicular to plane. هيدا أهم واحد, line perpendicular to a plane. شو يعني plane؟ شايفين هذا الشكل اللي بيشبه الورقة؟ هذه الورقة اللي بنكتب عليها فينا نسميها plane. ولكن a flat surface, هذا flat that is infinitely large. شو يعني infinitely large؟ يعني إذا أنت جيت حطيت نقطة هون بتكون على plane, إذا جيت حطيت نقطة هون ممكن تكون على plane لأنك ممكن تمد plane. يعني أنا هلأ إذا بعمل هذا plane مش محصور plane بس بهذه المنطقة, كل شيء على سويته لهي المنطقة بيكون تابع للplane, كل شيء هيك بيكون تابع للplane. مثلا حط الحيط اللي نحن قاعدين بوجنا مش بس هو بلين, اذا بتكفي عماره للحيط هيك او عماره هيك او عماره طلع او عماره نزول كله اسمه بلين واحد, يعني هو ليفل. You can think of a plane as a sheet of cardboard or a table or the whiteboard, simply any flat surface. يعني على فكره الارض والسقف هود اثنين بلينز, بس مش بينتهوا انه والله هالقد نحن معمرين, بتكفي على سويتهم. ما هم تكفي على سويتهم. واضح الديفينيشن تبع البلين لهلا ولا بعده مش واضح؟ يعني باختصار بعمل هيك كفي لبعدها كفي لبعدها بظهر لبرا فيها ولا كيف؟ خلص لا مزبوط, يعني بنكون ماشيين على سوات نفس السيرفس 100%. انا فلات سيرفس بس تذكروا انفينيتلي لارج. للي راجع على البلين كيف بنسمي بلين نحن؟ كيف بنسمي بلين؟ طبعا اتفقنا الديفينيشن الاساسي للبلين, a plane is determined by three شو non collinear point by three شو non collinear points. شو يعني non collinear؟ يعني ثلاث نقاط عاملين مثل تريانجل. فانت لتسمي البلين انت لك انت لتسمي الستريت لاين كنت تحط نقطتين تحط لهم بارانثيسز, هلا بتزيد لهم نقطه. يعني كم نقطه المسطره حطينا عليها ثلاث نقاط سمينا هي مثلا ايه مهم. هلا ثلاث نقاط بتسمي فيهم البلين ما يكونوا شو كولينير, يكونوا شو عاملين تريانجل. مثل لما حطينا البنسل تحت البوك وشو عرفنا هذا هودي الديفينيشن تاع البلين. 3 نون كولينير بوينت, هي نقطة 2 3 هودي ثلاث نقاط بيعطوك بلين. A straight line and a point doesn't belong to the line, هيدا بيعطيك بلين. ليش؟ ما هو اللاين كم نقطة في بقلبه؟ كثير. بس عادة لما بدي اسمي اللاين شو بسميه بكم نقطة؟ نقطتين. Two intersecting lines, هودي اثنين lines intersecting, هون فينا نحط نقطة وهون فينا نحط نقطة بصير معي triangle. أو اثنين parallel lines
حط نقطتين هون ونقطة هون، أو بحط نقطتين هون ونقطة هون، كم نقطة بيصيروا كمان؟ ثلاثة. واضح يا جماعة؟ أوكي؟ بس لو سمحت عدل اللي حكيته عن parallel line. عم بقول فيك تحط خطين parallel وتقول هني أوجدوا البلين أو خطين intersecting، بس أهم واحدة فيهن هني هو ثلاثة، إنه ثلاثة non-collinear point بيعطوك بلين، مش ثلاثة points، ثلاثة non-collinear. Sounds nice. طيب هيدا حكيته قبل شوي. اللاين والبلين عندنا 3 cases، يا أما اللاين بيقطع البلين مش بالضرورة يكون عامل زاوية 90، يا أما اللاين ما بيقطع بالبلين بهالحالة بنقول له parallel، يا أما اللاين subset أظن هذا الرمز، أو contained in. شو يعني contained in؟ كله وين موجود بقلب البلين. يعني مثلا التلميذ لما يجي يرسم على الحيط straight line على الحيط والحيط هو plane، بيكون هذا اللاين subset لهذا البلين. يعني هالورقة اللي أنا حاملها إذا بيجي برسم عليها line بيكون line contained بهذا البيبر أو بهذا البلين. واضح؟ إذا جيت أنا هلأ اعتبرت القلم اللي أنا حامله هو straight line بعدته بهذا الشكل أو بهيك، شو بيكون هذا line بالنسبة لهذا البلين؟ parallel. إذا جيت لوقته هيك شوي شو بيعمل بالنسبة لهذا البلين؟ بيقطعه. مش بضروري يكون هيك، ممكن يكون هيك، بس بنسميهم بهالحالة intersecting. فالكيسز between line and the plane هن كم وحدة؟ 3. طيب بالنسبة لهالمعلومات اللي عم نقدمها ضروري تكون موجودة معنا على الدفتر وضروري نكون كاتبينها. يلا اللاين واللاين ممكن يمرقوا بأربع كيسز، هيدا لاين وهيدا لاين. إذا قربناهم هيك على بعض وعملوا straight line واحد بنقول له coincide أو coincident. Consident يعني متطابقين. وهذه الحالة قليل ما بتجي. ليش؟ لأنه ما في إلا طعمة. إنه line وline قاعدين على بعض. يعني هني بالنهاية معش صاروا اثنين lines. كم line صاروا؟ line واحد. كيف ببرهن two lines consident؟ ببرهن نقطتين على أول line هني موجودين وين؟ بالتاني line. صار الأول line والتاني line هني line واحد. الطريقة الثانية شو كنت أرسم على اللوح؟ كنت أرسم خطين parallel أو خطين شو؟ intersecting. البارلل والانترسكتنج كنت ارسمهم على اللوح، يعني هن هم بنسميهم كوبلانر. كوبلانر يعني هن موجودين وين؟ بنفس البلين. الطريقه الاخيره والجديده واللي احنا مش معودين عليها، اذا كانوا بهذا الشكل هول الخطين، اذا كانوا بهذا الشكل قد ما مديتهم ما بيلتوا، بس هن منهم شو؟ منهم بارلل. بنسميهم النون كوبلانر، يعني ما فيك تعبيهم بقلب بلين، بنسميهم سكيو. يا منقول له نان كوبلانر يا سكيو. مثلا الغرفة اللي عندك إذا رسمت خط على السقف وجيت على الأرض رسمت خط بس ما يكونش على سوات السقف بعكسه شوي، هو بنسميهم شو؟ سكيو. ليش بسمون سكيو؟ ما فيك تحطهم بقلب نفس السيرفيس، ما فيك تحطهم بنفس البلين. كمان موجودين وحنحكي عنهم. Let's continue. هذا الشكل شو اسمه؟ كيوب. كيوب في ثلاث خطوط بقلبه داشت. داشت يعني مش مبين خطوط. هيدا شو سميناه هيدا بالوراق اللي بعتناهم اول درس؟ كافالير رولز. يعني انت في اشياء بوجهك بنسميه الفرونت فيس، ترسمه بدايمنشن صحاح، يعني مثل ما شايف انت اي بي سي دي بوجهك سكوير والزوايا 90 والخطوط قد بعض وبارلل، ولكن الجهة الخلفية انت لما تقعد تتفرج على الكيوب في جهة خلفية ما بتشوفها بتشحتها. حرفيا الرسمة اللي كنا نرسمها احنا وصغار مثلا يعني شغلة تانية. الكافالير رولز بيقول preserve parallelism. شو يعني preserve parallelism؟ بدك تحافظ على اللاينز انه يبينوا بارلل. بس ما في يعمل بريزيرف للأورثوغوناليتي، يعني ما فيك انت تحافظ على الزاوية 90. يعني شو قصدك؟ انت هون في زاوية 90 لانه اللي فوق سكوير، ولكن تعطلع فيها مش مبينة 90.
بيني بارم. الوحيد اللي انت قادر ترسم كل شيء صح فيها هو الفرونت فيس اللي هو مين A B C D سكوير 100% صح. وبما انه هذا سكوير 100% صح البارلل له اللي ورا جاي كمان 100% صح بارلل وزوايا 90 ونفس الدايمنشن يعني هو مثل ورا بعض. هذا بنسميه كيوب. كم فيس عنده الكيوب؟ 6 faces. هود الورا مثل ما اتفقنا داش هذا اول فيس كورسبوند لهذا الفيس مقابل هاي الفيس. شو اسمه هذا الفيس؟ شو اسمه هذا الفيس يا جماعه؟ فرونت. شو اسمه A A B C D C D. هيدا بلين. هيدا عبارة عن شو؟ بلين. إذا بدي سميه شو فيني سميه؟ A B C مثلاً أو A B C D. A B C فقط. ولكن الدي ما عم بتكون بس ما ضروري يكتب أربعة letters. كم letter عادة أنا بسمي البلين؟ ثلاثة letter. فينا نقول A C D أو A B D أو هيك. فينا نقول A C D أو A B D أو C B D. مهم ثلاثة points ما يكونوا شو؟ كولينيار. بس يكونوا بقلب البلين. طيب another space another space correspond لهذا هو اللي ورا. شو اسمه اللي ورا؟ E F G H. E F G H. If it's a plane بتصير. في عندك هذا اللي هون. شو اسمه هذا اللي هون؟ A B F E. A B F E. بس هذا كفيس. تبعه هذا square. A B F E is a square. شو يعني is a square؟ Four sides شو بيكونوا؟ equal. equal. وكل السايد هون شو بيكونوا عاملين زوايا 90. 90 degrees. وهيدا عندكم وهيدا في بعد اللي فوق واللي تحت. So it has six congruent faces. شو يعني six congruent faces؟ six faces at bottom. طيب. هيدا كمان شكل تاني. بس سؤال. How many faces does this shape have? Face يعني كم plane عنده؟ Five faces. Five. شو رأيك أنت عم بقول عبد الله five؟ دم من وراء العجل. صحيح five faces. Exactly five. طيب هذا شو اسمه هذا؟ هذا اسمه كيوب. كيف بنسمي الكيوب؟ أنا لما بقول A B C D مقابل ال A وراء شوفي. E. ومقابل البي شوفي F. مقابل السي شوفي G. ومقابل الدي شو بصير في H. بصير اسمه A B C D E F G H. Okay. A cube has 12 of these edges. شو يعني edges؟ الخطوط اللي برا. كم واحد طلع عنده 12؟ Okay. لاحظوا شو هن الأجز. الأجز هن شو؟ lines that separate faces. أوكي. عنا هون أنت كم أج عندك قدام بوجهك دغري كم واحد شايف؟ أربعة. شايف؟ كم واحد ورا؟ أربعة. قد صاروا؟ ثمانية. وفي هود اللي عاملين كونكشن بين الفيس اللي قدام والفيس اللي ورا اللي هن بي اف عندك اربعه من الجهتين مع بعض بي اتش واي اي. واضح؟ طيب هيدا اللاين بي سي كم ستريت لاين في بارلل له بهالرسمه؟ اف جي واي دي واي اتش. صح اف جي بارلل للبي سي لانه هيدا سكوير والبي سي بارلل للاي دي لانه هيدا اللي بوجهنا شو كمان؟ سكوير. الAD parallel للEH لأنه هذا اللي تحت الأرض شو هي سكوير والEH parallel للFG لأنه الجهة اللي ورا شو هي كمان سكوير. فعندك ثلاثة lines parallel أو أربعة lines parallel. ونفس الشيء هون BF parallel لمين؟ للAE وللDH وللCG. للAE وللDH وللCG. أوكي؟ so عندي 12 edges. بالنسبة لل vertices. بالنسبة للفيرتيسيز فكرت عن هيك الأجز بعد ما هيدا عنده 6 عندنا 4 فيرتيسيز
هيدا الشكل بيراميد بس بالبيز اللي له تريانجل، بس يكون البيراميد البيز اللي له تريانجل فينا نعطيه اسم تاني تتراهيدرن مثل البونجيسي. هود الأربع فيرتيسيز نعطيهم اسم نون كوبلانر. شو يعني نون كوبلانر؟ منهم بنفس البلاين أو ما بينحطوا بنفس البلاين. صح، ما فينا نحطهم بنفس البلاين. مثل ما شايفين عندك الأرض هون مؤلفة من ثلاثة فيرتيسيز وهي النقطة فوقهم. أوكي؟ أوكي. سو هدول بنسميهم نون كوبلانر. بس شو اسمه هيدا الشكل؟ خلينا نقول شو اسمه هيدا الشكل. هلا بدك يد بدك ترينجل هيدرون. شو اسمه؟ تترا هيدرون. فينا نسميه بيراميد بس بنقله ترينجل بيز. شو يعني ترينجل بيز؟ القاعده اللي تحت شو جايه؟ ترينجل. مثل في منهم بيبنوا خيمه بيبنوها بشكل انه اوقات البيز بيكون شكل كوادريلاترال اوقات سكوير اوقات ريكتانجل، وفي منهم بيعملوا شكل شو بيكون الارض ترينجل. اوكي اوكي هيدا بيراميد بس البيز اللي له مش ترينجل. شو جاي البيز اللي له؟ سكوير. هاو ماني فيرتيسيز؟ كم فيرتيسيز عنده؟ wait ها عندنا تحت 4 وعندنا نقطة فوق اللي بيصيروا 5. اوكي استاذ بس ثواني تفترى حسب حسابك على جواب يا استاذ. هون في حدا كان عم يسأل عم يقول لي لحظة شو بدي عم مين عم يسأل؟ أنا عباس. شو عباس؟ كيف طلع 5؟ طلع هون وحدة اثنين ثلاثة أربعة وقدي في فوق نقطة قدي بصيروا 5. هون أنت عندك كيوب عنده 12 edges 6 faces 8 vertices 2D shapes. هو عبارة عن شو؟ 6 squares. شو فيك تاخد منه؟ كيف فيك يعني 2D shapes يعني كيف فيك تقطعه؟ في نوع تاني اسمه cuboid غير الكيوب. سموه cuboid لأنه مش كلهم squares. بيجي اللي هون واللي هون squares والعجوانب شو بيجوا؟ rectangles. rectangles بعدهم 12 edges ولكن معاش كلهم equal، وبعده 6 faces ولكن مش كل الفيسز equal، وبعده 8 vertices ولكن معاش صار 6 squares. 4 rectangle هود اللي هون وهون squares. مثل اللي عنده غرفة بس طويلة شوي، الحيطين اللي بوجه بعض بيكونوا مثل بعض هم من قلهم squares، ولأنك طولت المسافة صار عندك length و width. أوكي يعني هيك واضح للكل؟ طيب بالنسبة للتتراهيدرن عندك 3 vertices تحت و vertex فوق بصيروا 4 vertices. عندك 3 faces عالدائر وعندك واحد بالأرض قد بصيروا 4 faces، وهالأربعة اسمهم 4 triangle. هلأ في كلمة تتراهيدرن و regular تتراهيدرن، شو الفرق بين تتراهيدرن و regular تتراهيدرن؟ بالregular تتراهيدرن بيكونوا كل الـ edges equal، يعني كل الترينجلز الأربعة اللي أنت واحد بالأرض وثلاثة على الدائر شو بيكونوا كلهم؟ congruent. شو يعني congruent؟ equal. equal وبيكونوا كلهم equilateral، يعني كلهم عندهم زوايا قد ايه؟ 60. ضروري كتير كتير نحفظها لهيدي الصفحة ونفهمها، خاصة هو الأسماء. هو اسمهم popular 3D shapes، يعني أكتر shapes بال3D. في غيرهم عندك سلندر، عندك كون، عندك إشي كتير بتسمع فيها. سلندر يعني كيف عندك البرميل، هذا اسمه سلندر. طيب حدا عنده سؤال؟ هيدا السفير في منه بسموها بول، وهذا اللي يكون عنه اسمه سلندر. طيب استاذ طيب هالسفير كيف نطلع الفيس طوله والإتش؟ بدك تفكر فيه انت. اوكي وبايج شو ايج؟ ما فيهاش ايج زي بس انه بقى نرسم حواليها يعني مثل مقاعد. ايه كيف نطلع فيها الفيس يعني
الفيس هو هذا الشكل اللي بوجهك، هذا الفيس. شو شايف انت بوجهك؟ ها؟ زين. ايه سيركل. طيب هيدا هلا حكينا عنه relative position between two lines. كم كيس عندها؟ 4 كيس، 3 4. شون الأربع كيسز؟ كوبلانر، كونسايدنج، انترسكشن، وبارالل. كوبلانر يعني هن اثنين كيسز لما نقول كوبلانر، اللي هن بارالل وانترسكتنج. وعندنا كيس اسمه نان كوبلانر اللي هي شو بيكونوا؟ قلنا بيكونوا سكيو. واخر كيس اللي هي ما بتجي قليل ما بتجي اللي هي كونسايد. شو يعني كونسايد؟ يعني بيكونوا شو ستريت لاين واحد. خلينا نبلش نشوفهم. There are four possibilities for the intersection of the lines. Consider the two straight lines L1 and L2. شو شايفينهم؟ ال1 بالاحمر بالبلو والL2 بالريد. They intersect in one point only. شو بنسميها لهيدي الكيس؟ شو بنسميهم؟ بتقاطعهم بنقطة. شو بنسميهم لما يتقاطعوا بنقطة؟ intersecting lines. intersecting. هل هودي بيكونوا كوبلانر ولا لا؟ بلا كوبلانر. شو يعني كوبلانر؟ موجودين ببلين واحدة. موجودين بنفس السيرفس، اي او بنفس الفلات سيرفس، موجودين بنفس البلين. exactly. هيا هودي خطين intersecting ببوينت. ساعتها بيقدر يتواجدوا كلهم بنفس السيرفس. Any intersecting lines form a plane. They are what? Coplanar. The two straight lines are subset to the same plane. هول خطين موجودين بنفس البلين. نعم. استاذ طب بركي هن باثنين بلين مختلفين وبالحالة اللي قلت انت ما بيقطعوا بعض. على اربع حالات. هذا احد الحالات. ما بيقطعوا بعض بس ما لهم بارلل. ونحن عم نتطلع عليهم من فوق. مش بيبينوا هيك؟ بلا ما حنشوفها. المهم نعرف كم كيس فيه. How many cases. ماشي استاذ. المهم نكون قرأنا الورقة اللي انا بعتها مش هملناها. هذا اهم شيء. وهول عم نشرحهم نرجع ننسخهم. بتحبوا تكتبون هلا لهودي الكيسز؟ شو بتحبوا تكتبون ولا لا؟ كيس نمبر 2. هودي شو بنسميهم؟ coincident. او في منهم بيقولوا لهم coincide. شو يعني coincide؟ يعني انا مش شايف جايين على بعض خط واحد. كيف بنفرق خطين coincide؟ بنبرهن نقطتين على اول لاين هن هم موجودين عطيني لاين، لانه عاده الخطين بيتقاطعوا بنقطه. اذا تقاطعوا بنقطتين خلص ما عادش صاروا خطين. شو صاروا؟ خط واحد. اوكي. كيس الثالثه شو بنسميها؟ parallel. شو تعرف البارالل؟ ما بدهم يكونوا عندهم البارالل. شو كنتوا تقولوا انتم بالبريفيل؟ يكونوا الخطين بارالل بالبريفيل. شو كنتوا تقولوا؟ ما بيتقاطعوا. ولكن بالسبيس لطولوا خطين بارالل لازم تبرهنوا ما بيتقاطعوا وما في نقط، ما في نقط مشتركه. يعني بكون برهنوا انه هن بنفس البلين. شو يعني بنفس البلين؟ كوبلانر. يعني انا اذا جيت على هيدي الورقه اللي هي بلين رسمت خط هون وخط هون ما تقاطعوا، اوكي بقول له بارالل لانه ما عم يتقاطعوا بس بيني بنفس البلين. انا فيني اعمل خطين هيك ما بيتقاطعوا بس هدول منهم بارالل، هدول بنسميهم سكيو. بس يجوا هيك يصيروا فوق بعض بصير اسمهم شو هول؟ بارالل لاينز. يعني كم كيس عندي انا لل شو اسمه للخطين اللي يكونوا كوبلانر؟ اثنين كيسز اللي هن الانترسكتنج واللي هن مين؟ بارالل. بارالل لاين. يس بارالل لاينز.
فلما بقول كوبلانر شو يعني كوبلانر؟ يا اما خطين انترسكتنج يا اما خطين شو جايين بارلل. اخر كيس لا هن انترسكتنج ولا هن بارلل ولا هن كونسيدنت، نون كوبلانر. مثل هودي اللاينز شايفين، في مثل كانه لاين وفي فوقه لاين، شو بنسميهم اذا بدنا نقول له؟ فينا نقول له سكيو لاينز. لا هن بيلتقوا ولا هن انترسكتنج ولا هن كونسيدنت. لاحظوا كيف ينرسموا. فيك تعتبر انه فيك تمد هيدا هيك قد ما بدك، وفيك هيدا تمد قد ما بدك، بس ما حيلتقوا لانه كل واحد جاي كيف كيف السقف والارض. بترسم خط هيك وبترسم خط مش بارلل له. كيف رسمت خط مش بارلل له؟ مستحيل يلتقوا ومستحيل يكونوا بارلل، فبكونوا مش كوبلان. فيك تشوفهم بهذا الشكل، واحد على الارض رسم خط وواحد على السقف رسم خط، ولكن الخطين اللي رسمهم مش جايين بارلل. شو بنسميهم لهود اللاينز؟ سكيو لاينز.